تهديا بعض الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن واجب أن نسير على طريق العلماء حتى نصل لما وصل إليه. الآن هذا الأخ يدرس الطب ويريد أصبح طبيب أسنان، فماذا يصنع؟ يأخذ بعض الأجهزة وبعض المعدات ويفتح عيادة، يصح؟ لا، ما يأتي أحد أصلا، لابد يرجع إلى أهل الاختصاص. وكذلك العلم الشرعي لابد يرجع إلى أهل الاختصاص. هذا المتن أو أي كتاب تقتنيه، مجرد ما تقتني كتابة من الكتب أو يهدى لك كتاب، أول شيء تصنعه قبل أن تضع الكتاب في الرف تقرأ المقدمة والفهرس، لأن بقراءة المقدمة تعرف محتوى، تعرف الغرض من التأليف وسبب التأليف، وبقراءة الفهرس تعرف محتوى الكتاب، لأنه قد تبحث عن مسألة وهي لديك في بعض الكتب. فقبل أن تضع الكتاب في أي مكان تقرأ المقدمة والفهرس، ولو قرأت الكتاب بأكمل يكون أحسن. هذا المتن هذا يحتوي والله أعلم على أقسام ثلاثة، نفهرسه على ثلاثة أقسام: المقدمة، والمقدمة هذه فيها عنوان السعادة، والقسم الثاني لماذا ندرس التوحيد، والقسم الثالث القواعد الأربعة تأتي معنا. نبدأ بالقسم الأول وهو المقدمة. وقلنا المقدمة هذه فيها عنوان السعادة. المقدمة المؤلف رحمه الله تعالى دعا للطالب، دعا للقارئ، وذكر في دعائه أن الله سبحانه وتعالى يجعلك من أوليائه، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. من هم أولياء الله؟ أولياء الله من هم؟ من يعرف؟ لا أحد، ما عندنا أحد من أولياء الله. إلا من هم أولياء الله؟ لو قال لك قائل من هم أولياء الله، من يعرف؟ الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولا بد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان، بين من؟ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ينام بين القبور، يشرب الخمور، يزني، يسرق، لا يأتي بالطاعات، يأتي بالمنكرات، ولا استنزه من بوله. هذا ولي والله لا شك في ولايته، لكن من أولياء الشيطان. من أولياء الرحمن أن يكونون عبيد لله في المساجد. نعم. طيب، أتولك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. عندي سؤال: هل النعمة ابتلاء؟ نعم أم لا؟ ما الدليل؟ أدلة كثيرة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. النعمة ابتلاء تحتاج إلى مال. النعمة حتى تخرج من هذا الابتلاء تحتاج إلى أمرين: تحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي تحتاج إلى شكر. إذن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى تعلق بالله قبل أن تأتي، وبعد أن تأتي تحتاج إلى شكر. يمشي الشيخ محمد في الطريق وينظر في متاع الدنيا، العمائر والقصور والسيارات والعقارات والكذا، من متاع الدنيا. فيبدأ يفكر وتكلم مع نفسه، يقول إيش؟ يقول: لو يتعرف علي الرئيس أو الوزير أو التاجر أو الملياردير ويقول: يا محمد أنت حبيبي، خذ شيك مفتوح. صح؟ في الغالب أكثر الناس على هذا. صح؟ طيب ندرس هذه القضية الآن. الجنة تطلب من
لماذا تطلب من الله؟ لأنه هو الذي يملكها. طيب الرزق اطلب من من؟ من الله. إذن هذا الذي يجول في خاطر بعض الناس وغيره هذا تعلق بغير الله. وتوكل على من؟ قال على الحي. هؤلاء يموتوا وتوكل حي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره واعبدوه واشكروا له. ولهذا الآن تسمع في الأخبار أحيانا نأتيك ويقول بعض الناس أين حكام العرب؟ ماذا تريد منهم؟ هذا بشر صح؟ أين العروبة؟ إيش تريد بالعروبة يا رجل؟ ماذا صنع لنا العلماء؟ ماذا صنع لنا الحكام؟ ماذا صنع لنا كذا؟ ماذا صنع لنا كذا؟ ما صحيح؟ هذا تعلق بغير الله شرك. وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا قبل أن تأتي النعمة. جاءت النعمة تشكر. لابد النعم بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فمن الله. باللسان وأما بنعمة ربك فحدث هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ما أكفر. تذل لسانك بهذا. كيف الحال؟ قال بخير الحمد لله. من أين لك هذه الأموال والسيارة وكذا؟ قال هذا من فضل ربي. تذل لسانك بهذا. أما الجوارح تصرف هذه الجوارح في شكر المنعم المتفضل لا في كفر المنعم. قصة ذكرها الإمام ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه. القصص عند أهل السنة تذكر نادرا وتذكر استئناسا لا احتجاجا. احتجاج أين؟ في الكتاب والسنة. أما الرؤى والمنامات والقصص هذه لا تثبت بها أحكام إلا عند مخالفين لأهل السنة. يقول ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه يقول جاء الكلب إلى الأسد. جاء الكلب إلى الأسد وقال يا ملك السباع. ملك الغابة هو الأسد. قال يا ملك السباع إن اسمي هذا خسيس حقير لا يصلح لي، أريد أن تغير اسمي من كلب إلى كذا، إلى أسد إلى فهد إلى. فأبى الأسد على الكلب وقال لا، إن من طبعك الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب. قال لا تغير اسمي. قال لا أغير. تغير لا أغير. قال اسمع، تعب منه يعني. قال خذ هذه القطعة من اللحم احفظها لي إلى الصبح، إن نجحت في الاختبار أعطيك واحد وغير اسمك وإلا كلب. فرح الكلب بهذا الاختبار وأخذ القطعة من اللحم ومشى وذهب إلى المكان الذي يأوي إليه وجلس طيلة الليل وفكر. جوع، برد، كلب، أسد، آكل لا آكل، يقدم يؤخر حتى اشتد عليه الجوع والبرد وهم بأكل القطعة من اللحم. وقال والله أن اسم الكلب اسم حسن وأكل اللحم. الشاهد من القصة، لأن الشاهد سيعرف كل واحد من هو الكلب ومن هو الأسد. الشاهد من القصة الذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزة فهو أسد، والذي لا يصبر عن المحرمات هذا رضي بالخسة ولا يصلح له إلا كلب. إنهم كالأنعام. هذه النعمة إذا أعطي شكر. الثاني إذا ابتلي صبر. الناس عند الابتلاء، بعض الناس نسأل الله عليه وسلم عند الابتلاء متسخط. بماذا يتسخط؟ بقلبي ولساني وجوارحي. بقلبي ما يرضى، يقول لماذا فلان لديه مال وسيارة وأولاد وأنا ليس لي شيء، وأنا والله حق بالإمامة وحق بكذا صح؟ نعم. باللسان أف، يا لهوي، يسب، يشتم، يلعن، يصيح. أما بالجوارح يكسر، يشق الجيوب، ينتف الشعور، يلطم الخدود، يكسر، يسرع بالسيارة. صحيح؟ تسخط كبيرة من كبائر الذنوب. القسم الثاني من الناس صابر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه الذي حظ عظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وأعلى من هذا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يصبر بقلبه
وبلسانه وبجوارحه. متى؟ عند الابتلاء. ولهذا تعجب من بعض الناس عند الابتلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السجن، اتخيل أنك شيخ إسلام وسجنوك ظلما، طيب، وأردت أن تكتب رسالة لأمك، إيش تكتب؟ تضع دمعتين وتقول ظلمنا والحكام الظلمة، صح وكذا صح؟ نعم. هذا يكتب رسالة لأمه من السجن يذكر فيها البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى، ولولا ما تعلم ما نحن فيه، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلم ما نحن فيه من الجهاد وكذا لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. إذا خرج إيش يقول هذا؟ هذا في السجن يقول هذا. كتب رسالة لإخواني من السجن، كتب رسالة لإخواني من السجن، في أول الرسالة كتب: وأما بنعمة ربك فحدث. المسجون هو يقول رحمه الله، يقول المسجون من سجن عن ربه، مفهوم؟ هناك أناس عندنا دحين مساجين هم في الدنيا وليسوا في السجون، صحيح والله خارج السجون لكن مساجين، نسأل الله عافية السلام. هذا الثاني. الثالث: إذا أذنب استغفر. ليس الإشكال في أن الإنسان يذنب، كل بني آدم خطأ والمعصوم من عصم الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا توجه اللوم للشيخ محمد إذا صنع بدر منه ذنب، لكن توجه له اللوم إذا أذنب وقنط من رحمة الله ولم يستغفر، مفهوم؟ فإنه هذه الثلاث عنوان السعادة. السعيد تجد في السراء شاكر، في الضراء صابر، عند المعصية مستغفر، هذا هو السعيد. أسأل الله أن يجعلني وياكم منهم من السعداء. وضدهم في السراء كافر للنعمة، وفي الضراء متسخط، وعند المعصية مصر معاند، مفهوم؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني: لماذا ندرس التوحيد؟ لو يقول لك قائل: هل أنت موحد؟ هل أنت مسلم؟ إيش تقول؟ أقول نعم، عندي بطاقة اكتب فيها أنني ميم سين لام ميم، صح؟ وهذا الذي أراد الكفار منا، نصل إلى هذا، لا نعرف شيء عن الإسلام إلا الاسم ميم سين لام ميم فقط حتى ما يعرف ما هو الإسلام. موحد قال نعم، إيش التوحيد؟ قال والله ما أدري. ما النبي هذه الأمة؟ يقول لا أدري. ما هو الكتاب الذي أنزل على نبيكم؟ يقول لا أدري. تسأل أنت موحد؟ نعم. ما هو التوحيد؟ يقول ما أدري. تسأل هل أنت مشرك؟ ها، يقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. طب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ يقول ما أدري. طيب لعلك واقع في الشرك وانت لا تدري عنه. إذن أهم واجب وأول واجب على العبيد معرفة التوحيد. الثاني: لا يقبل الله يعمل إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإمام، سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكثير السيئات. هذا لماذا ندرس التوحيد. القواعد الأربع باختصار نذكر الشبه والرد عليه، الشبه التي يأتي بها للشرك في زمان. بعض الناس يقول لك في هذه الأيام، يقول لماذا؟ يقول عنا هؤلاء أننا وقعنا في كذا وكذا من الشركيات. نحن نقول أن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبر. نقول هذا الكلام يقول الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم هذا في الإسلام. لابد أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. هذا توحيد الربوبية لا يكفي وحده، لابد أن تكون العبادات كلها لله، ولا أنتم عابدون ما أعبد وأنا أعبد ما عبدتم. يا أيها الناس أعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. فبعض الناس اليوم يقول نحن نقر أن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبر. طيب لماذا تذبح لغير الله محبة وتعظيما؟ تدعو غير الله عند الشدائد؟ هذا
هذا هو الشرك الذي فعله الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ الشبهة الثانية أو القاعدة الثانية مع الشبهة، يقول لك هذا المبطل أو المشرك، يقول أنا لا أعبد هؤلاء، انتبه، أنا أريد من هؤلاء الصالحين والأولياء وكذا، أريد منهم القربة والشفاعة، أريد منهم القربة والشفاعة. يقول هذا الكلام هو كلام الكفار سواء بسواء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. القاعدة الثالثة يقول لك هذا، سبحان الله، هذه الآيات اللي يذكرها أهل السنة احتجوا بها على الشرك وكذا، نزلت في من يعبد الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، نحن نعبد الأولياء والصالحين والملائكة، كيف تجعل الآيات التي نزلت في الأصنام تنطبق على الصالحين والملائكة؟ نقول الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الأشجار والأحجار والأصنام والملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين، وكفر كل ما عبد من دونه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هذا البعث؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. القاعدة الرابعة والأخيرة، نقول لهؤلاء اتقوا الله، كفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخلصون وقت الشد، في الشدائد يخلصون لله، وأهل الشرك في الزمان نسأل الله عافية السلامة شركهم دائم في السراء والضراء. فإذا كان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم شيء من الإخلاص أي في الشدة، وأهل الشرك في زمان نسأل الله عافية السلامة شركهم دائم في السراء والضراء، فهم كفار من باب أول. وحدث ولا حرج عن قصص تسمعها، وعن أناس يطوفوا بالقبور وتعبد من دون الله، والله حتى عبدت الكلاب. رجل صالح كان لديه أكرمكم الله حمار، ومات هذا الحمار بعد خدمة طويلة، فقال هذا الرجل والله أنا لا أترك هذا الحمار تأكل السباع، فخرج في أطراف القرية وحفر وعمق الحفرة، وضع الحمار، وضع عليه التراب، ثم رجع متعب إلى البيت ونام. خرج رجل من القرية وجد هذا القبر في أطراف القرية، رجع إلى أهل القرية قال يا أيها الناس ألموا، قالوا إلى ماذا؟ رجل صالح دفنته الملائكة بليل، خرجوا هؤلاء يطوفوا حول القبر. حتى لو رجل صالح ما يعبد من دون الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون، يرزقون يا أخي ما يرزقون. المهم استيقظ هذا صاحب الحمار، بحث عن أهل القرية ما وجدتهم، خرج جاء هؤلاء حول القبر، قال ويلكم ماذا تصنع؟ قال تعال رجل صالح دفنته الملائكة بليل، قال هذا حماري، في إنسان عاقل يعبد جيفة رمة نتنة. يا أخواننا من رفع، لو جاءنا إنسان ورفع إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان من الناس نبي أو رسول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا القول؟ كفر أكبر. إذا رفعنا إنسان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا إيش؟ كفر أكبر، صح؟ كيف ممن يرفع هؤلاء مرتبة جبار السماوات والأرض ما يكفروا؟ والله يكفروا من باب أولى. صعد جماعة على جبل وهم في الصعود، الذي في المقدمة سقط، فقال يا عبد القادر، وإذا خلفه بقليل رجل اسمه أمسكه، قال ناديت علي؟ قال لا، نادي ولي عبد القادر، قال اذهب إليه خليه ينقذك. كيف يترك عبادة الله سبحانه وتعالى ويعبد هؤلاء من دون الله؟ بعض الناس يقول يا أخي أنت تكلمنا عن هذا، لعله زمن
محمد بن عبد الوهاب أو زمن كذا أو زمن شيخ الإسلام. يا أخي نحن اليوم في أخطر زمن صدق، ما كنا نتصور في يوم من الأيام أن أحد يعبد إبليس، صح؟ اليوم موجود من يعبد الشيطان. ما تجد واحد من اليهود والنصارى يسب موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام، صح؟ اليوم من المسلمين من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الرب ويسب الدين ويسب الملة ليلا نهارا جهارا. السحر منتشر، قراءة الكف، الفنجان، الجرائد والمجلات فيها أبراج، يسقط له سن ينادي الشمس يا شمس يا شموسة، خذي سني واعطيني سن العروسة، الشمس تعطيك شرك أكبر، صح؟ أه؟ صحيح. رقية، زيارة القبور، زيارة الشركية والذبح لها، الطواف حول القبور، يحج والله لبعض القبور ممن يدعي الإسلام أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام. فلا بد إخواننا نحذر الشرك على أنفسنا، نحذر منه، لكن كيف يكون؟ بالعلم أولا، إذا لا بد أن نتعلم ثم نعمل ثم ندعو ثم نصبر على هذا. فإذا صنعنا هذا أجبنا عن أسئلة القبر. تسأل في قبرك يا أخي من ربك؟ تقول ما أدري. إذا كنت لا تدري في الدنيا والله لن تدري في الآخرة، يعني في القبر. ما هو الدين؟ تقول ما أدري. ما هو الدين؟ من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ما أدري. فلا بد أخواننا نتعلم هذه، يعني من يتعلم؟ يهود ونصارى؟ وإذا لم يتعلم نحن لم يتعلم أولادنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.